سيد رئيس الحكومة، الله عز وجل لا يخرج من الجنة إلى النار، كيخرج من النار ويدخل الجنة. هاد الناس استفدوا وكانت عندهم مكتسبات، كتخرجهم انت من هاد المنتظم وتخليهم مليوحي في الشارع، حرام. أنا كيتقلب قبال البرلمان على أن النقابات شبروا الرشوة باش يصوتوا على الأحرار. تفضل. وحنا كنضر كلشي حاضر وكلشي كيسمع. سيمو تفضل جلس. لاب المنتظمون قصيتو 8 ديال المليون ديال المغاربة المستفيدين، فيهم مرضى السرطان السيد رئيس الحكومة، فيهم أصحاب المرضى ديال القلب، وفيهم المرضى 266 ألف من هاد 11 مليون هما اللي عندهم الحقوق مفتوحة. واش هذا ماشي منكر؟ أين نحن من التعميم؟ سيد رئيس الحكومة مدخول الكرامة 1000 درهم، وقلتوا 300 درهم عن كل طفل في حدود 3 أطفال، مزيان. عودتوا بالدعم المباشر، اليوم كتكلموا على 12 مليون، 5 مليون طفل، كتكلموا على مليون و200 اللي عندهم أكثر من 60 عام، مزيان. لكن شدوا قلتوا 500 درهم. وفينا هي دابا مدخول الكرامة؟ قلنا فينا هي؟ مخشيشي في شيء ما يمكنش. وهي فيها تحدي السيد رئيس الحكومة، ياك رئيس الحكومة السابق تحداك وقال لك لا عطيتيها غادي نسحب من الحياة السياسية. ايوا انت بغيتي يبقى، شكرا، حتى حنا باغينو يبقى. طيب، عدم الوفاء السيد رئيس الحكومة، هذا الدعم المباشر وتجميع البرامج السابقة فيه أرامل وتيسير مليون محفظة ذوي الاحتياجات الخاصة، المنحة ديال الطلبة وغيره، وهما بالملايين. لكن اليوم هذا الدعم المباشر عطيتو 500 درهم وقفتوها، المواطن شنو اللي عنده اليوم؟ عنده السي عثمان 1870 مليار، عزيز 1680 مليار، ميلود 1000 مليار، هشام 1000 مليار، أنس 900 مليار، وعلال 500 درهم. تعطات له شرا بيسكليت، تغير المؤشر، أرى نرجعوا نحيدوا هذا. هذا هو اللي بقى عند المواطن. هذا علاش ما كاينش الفرحة في المجتمع؟ كاين توتر وكاين خوف وكاين هلع السيد رئيس الحكومة. إخراج مليون تكلموا عليها الإخوان، اليوم 3.2 الملايين اللي هما تحت عتبة الفقر والهشاشة، هذا رقم بوحدو كافي. تعليم تكلمتوا على زيادة ديال 2500 درهم، والحد الأدنى 7500، وجيتو كتقولوا دي الحوار إلى غير ذلك، والمرتبة 60 ضمن 60 دولة، اليوم حنا المرتبة 120 من ضمن 120 في سلم التنمية البشرية. وفعاوز تعوضوا هذا الشيء ديال 60 دولة، مشيتوا كتكلموا عن مدرسة الريادة 626 مؤسسة من أصل آش 12000، أزيد من 12000، 5.5% كتعطيو بها هذه التجربة. 300000 طيف من أصل آش 9 الملايين 3.3، فوقاش غتوصلوا للتعميم؟ فلذلك درتوا لنا 60 دولة ومشيتوا كتكلموا عن مدرسة الريادة بمؤشرات غير معقولة. هدر سنتين من الحوار، 3 أشهر من الإضرابات، تعاقد وتوظيف جهوي باقي جهوي، 45% تدهور جودة الخدمات في التعليم، عدم عقد أي سيد رئيس الحكومة. عندك لجنة كتبع ديال قانون الإطار، خصك تعقد 5، ما عقدتي ولا وحدة في سنتين ونصف. كان خصك تصدر 6 القوانين و90 مرسوم، ما صدرتي حتى مرسوم من غير المرسوم ديال اللي ناضلوا عليه الشغيلة. عدم إخراج المجلس الوطني للبحث العلمي، غير هذه السيمانه كان المؤتمر 49 ديال الابتكار، ما حضره ولا جامعه مغربيه، جوج جامعات مغربيه ولكن ديال الخواص. الهندسه اللغويه مشوهه، 130 مليون عطاتو لنا فرنسا باش نقريو وليداتنا في التعليم، نقريوهم حنايا بفلوسهم نقريوهم في التعليم في الاعدادي. الحوار الاجتماعي السيد رئيس الحكومه، هذا تنزيل، اسمع لي، هذه قنبله دخانيه، هذه الزياده قليله، خليني نقولها لك، ولكن خليها عند راه فيها منطق ديال الرشوه، أنا كنقولها، والابتزاز والمقايضة باش ديروا القانون تعاقد تقاعد، ديروا الإضراب، قانون الإضراب، علاش؟ لأنه الآن إذا رجعنا في 2021 شنو كان عندكم السيد رئيس الحكومة؟ كان عندكم الحد الأجر الشهري المعدل ديال اللي خدام في القطاع العمومي 8000 درهم و271، زيدوا 6% 6.6 كيعطي 500 درهم ديال 2022، 6.1 ديال التضخم ديال 2021-2023 كيعطيك 500 درهم، ها 1000 درهم، 4% على الأقل ديال هذا الشيء كيعطيك 1452 درهم، هذه اللي ضايعة الآن من المغاربة. حصيلة اقتصادية مفلسة، نسبة النمو ضعف نسبة النمو 2.8 كمعدل، الشركات المفلسة 14245، تراجع تدفق الاستثمارات، تفاقم حجم المديونية، انتقال
هي في اخراج النصوص ديال الاستثمار. المقاوله الصغيره والمتوسطه والصغيره جدا ما خرجت لها ولا مرسوم، في حين بالنسبه بالنسبه للاستثمارات الكبرى كنت زاهدا وكنت معهم. على كل حال انت تعرف هذا. اين هو التعاقد الوطني للاستثمار؟ قلت لجلاله الملك انا عندي التعاقد باش نخرج 500,000، فين هو؟ هذه من 2021 ما كاين حتى شي حاجه السيد رئيس والحكومة. الشركات وغياب العدالة، خلينا نكونوا يعني بوضوح، هادشي بزاف لا المحروقات كنعاودوها نقولوها 16 مليار وكاين اللي كيتكلم على 60 مليار الارباح غير خياليه. كاين إدانة لمجلس المنافسه، وعلى الاقل وعلى الاقل كشي قال مجلس المنافسه 40% نديروه. هذاك الشيء ديال التسقيف ديال السي نزار باقي ما وصلنالوش، ولكن على الاقل على الاقل هاد التسقيف خصو يكون السيد رئيس الحكومه. تضارب المصالح واستغلال النفوذ، تحليه المياه تكلمنا عليها، وغاز سندراره حنا كنتكلموا عليه، استثمار فجل الهيدروجين درتي له منشور السيد رئيس الحكومه، حرام حرام باش نديروا له منشور. احداث مليون منصب شغل، ارتفاع البطاله ب 13.7%، فقدان 181,000 منصب، فرصه شغل الفرصه ولات غصه، برنامج اوراش الزبونيه والمحسوبيه، وكاين متابعين اللي هم مسؤولين حزبيين في هذا الشيء، فهذا حرام. تضييق على نظام المقاول الذاتي في غياب دراسه الاثار، نسبه نشاط النساء السيد رئيس الحكومه انا نقترحوا عليكم، هذوك النساء اللي خدامين راه كيخدموا في الديور، راه خدامين في ديورهم، هادوك دخلهم وعطيهم تعويض، ربما نرفعوا النسبة ونفوتوا 30%. توسيع الطبقة الوسطى، خلينا نقول اللي درنا في هذا الموضوع هو زدنا الشحمة في ظهر المعلوف، لأنه علاش إيقاف رسم الاستيراد والطيفية إلى غير شكون اللي استفد منها؟ استفدوا منها غير هما. حصيلة غير مسبوقة السيد رئيس الحكومة، نعم، لأن الفساد ارتفع، لأنه سحب القوانين، إدراك الفساد 96، تضارب المصالح، تعيينات في المناصب والمسؤوليات، ماشي غير دابا ماشي غير الصحابات، الصحابات والأهل والأحباب وكل شيء، ولا في الدواوين قلنا ما كاين باس، دابا انتقل حتى المسؤوليات، هذا حرام السيد رئيس. الاختباء وراء جلالة الملك حماية الاجتماعي، ما عندكمش الحق السيد رئيس الحكومة. وجبتوا جلالة الملك كيفاش في الانبوب ديال الغاز ديال نيجيريا المغرب جبدوه؟ ما كاين مشكل، الا بغيتوا تتهموا فيه وتربحوا فيه ندعيو معكم السيد رئيس الحكومه. غير مسبوق في خرق الدستور، الحضور المناقشه في التشريع في مقترحات القوانين، السطو على المنجزات على منجزات سابقه السيد رئيس الحكومه، هذا ما هذا لا يليق. كتكلم ما جبنا حتى شي قانون، بالعكس بالعكس الحكومه خلات 22 مرسوم، 9 ديال القوانين اللي صدقت عليهم، على الاقل شويه ديال الاعتراف. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله. السيد الرئيس شكرا شكرا. لا شنو؟ نعم شنو هو؟ تفضل. هذا الامر امام الملايين البشريه، كيتقلب قبال البرلمان على ان النقابات شبروا الرشوه باش يصوتوا على الاحرار. تفضل. وحنا كننظر كل شيء حاضر وكل شيء كيسمع. سيمو تفضل جلس الارض. يسحب الكلام. ماشي نقطة نظام السيد السيمو. واش هذه كانت في التسيير؟ بالنسبة للإخوان ديال جبهة القوى الديمقراطية، عندنا مشكل. المرة اللي فاتت وهنا كنجيب المحضر ديال الجلسة، وكنت قلت باش يتسجل في المحضر ديال الجلسة، لأنه توزيع الوقت ما يمكنش يكون فيه واحد النوع من، خص يكون فيه واحد العدالة. إذا في المحضر ديال الجلسة اللي كانت هنايا رئاسة اللي كان فيها المساءلة الشهرية، أكدت السيدة ريم شباط بأنها تنتمي إلى هذا الحزب الإف إف دي، يعني جبهة القوى الديمقراطية، اللي ما كتطالب بالحصة ديالها خاصة. دابا واش أنتم بثلاثة ولا كل واحد بوحده؟ مرة أخرى لتأكيدها في المحضر، لأنه ستكون عند تبعات، غنعرضها في المجلس وغادي ندفع للمحكمة الدستورية. إذا كان التخلي عن الفريق فهو غادي يتبعوا التجريد. إذا كان الفريق فهو عنده توقيت. إلا غتطلبوا 5 دقائق لكل واحد، العدالة والتنمية راه خصهم 52 دقيقة. والاستقلال 80 نائب 5 راه خصو 400 دقيقة. ما كنحسبوش احنا الدقائق بالعدد النواب، كنحسبوا الدقائق بحسب الانتماء. فين كاين؟ تفضل خذ الميكرو، اعطيها الميكرو باش نسجلوا في المحضر. سيد الرئيس، جرات العاده كنعطيوكم الاسماء الاسم ديال المتدخل قبل ب 24 ساعه. اتفقنا انا والاخوان الاخوان بجوج بانه غادي تقسم عندنا 8 دقائق، غادي تقسم على جوج.
ديال 8 دقائق، علاش عطيتي راسك هذا الحق ديال 8 دقائق؟ عطاونا حنا كأعضاء ديال الحزب ديال جبهة القوى الديمقراطية، والفريق اللي فيه 13 هو ياخذ 8 دقائق، اللي فيه 3 ياخذ 8 دقائق.